عرف نفسك. اسمي عادل محروس من حدائق القبه. ايوه عادل يا عم، ده بيقولوا البلطجيه جايه من حدائق القبه. ما هو ممكن يكون جابهم حشمت، لان انا سمعت على الجزيره ان حشمت هو اللي جاب البلطجيه. طبعا مين حشمت؟ مين حشمت ده؟ حشمت ده من مجلس الشعب برضو، كان هو واخد اخر دوره ديا. وفي كلام يقال ان هو دفع 8 مليون لعز. هو نائب عن هدايا الحدايا. انا عايز التحكيل اللي شفته بس النهارده. شفت ايه النهارده؟ بما يرضي الله بدون اي بما يرضي الله ان انا شفت البلطجيه، وطبعا اكيد في شرطه هناك لابسه ملكي مع الجيش، والجيش طبعا لما عمل سد هنا هم طلعوا عليهم من الحواري هناك من ورا فصابوهم على غفله. هم جايين سلميين ماشيين، طلعوا عليهم الشوارع الجانبيه لان مفيش هنا شوارع تاني غير هي الشوارع الجانبيه دي ناحيتين. وانت رايح على العباسيه يمينك الشوارع بس، وانت جامل العباسيه شمال. فهم الجيش سد قدام الكوبري بتاع العباسيه اول الكوبري، وطبعا البلطجيه طلعوا عليهم من الناحيه التانيه. وزي برضو ما انت حضرتك شاهدت برضو كده. فاصل بس شوف بس المنطقه المركزيه. ماشي شوف.